اهلا وسهلا بحضراتكم واستوديو تحليل جديد في استاد الاشبال. النهارده معانا مباراه الاهلي وبتروجيت مواليد 2005 في بطوله الجمهوريه. بنرحب بضيوفنا الكرام نجم الاهلي الكبير الكابتن محمد حشيش. منورنا كابتن حشيش. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك. وايضا ضيف الاستوديو التحليلي الدكتور احمد ثابت. منورنا يا دكتور احمد. الله ينور حضرتك يا كابتن اسامه وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن محمد طبعا. لكن قبل ما نتكلم في ماتش النهارده حابب اوجه التحيه لجمهورنا العظيم في السعوديه وفي الكويت وفي كل مكان. صحيح هو ده الاهلي. هي دي سر عظمه الاهلي. عظمه الاهلي في جمهوره العاشق. وبعد كده بتسالوا ليه الاهلي بيحقق ارقام كبيره من الرعايه؟ ده نجاح كبير والسر في التفاصيل. السر في تاريخ الاهلي وانتصاراته وجمهوره ومجلس ادارته الواعي اللي دايما عينه على مصلحه الكيان. وعلشان كده بنلاقي عقد رعايه تاريخي جديد للقلعه الحمراء. عاوزين تعرفوا ليه الاهلي بيعمل عقد رعايه بمبالغ ضخمه؟ بصوا على جمهوره وانتوا تعرفوا. بصوا على تاريخه وبطولاته وانجازاته وارقامه. بصوا على النجوم اللي على شعاره. بصوا على وجوده وسط الكبار في بطولات العالم. هو ده الاهلي وعظمه الاهلي. الاهلي لما بيلعب في اليابان بتلاقوا جمهور الاهلي متواجد. الاهلي لما بيلعب في الامارات بتلاقوا جمهور الاهلي متواجد. الاهلي لو طلع لعب على القمر ورحنا القمر هتلاقوا جمهور للاهلي هناك. هو ده الاهلي وسر عظمه الاهلي. شوفوا اهتمام كل الناس بعقد رعايه للاهلي. اهتمام بيعكس قيمه الاهلي. وعلشان كده لازم نساند الشركات الراعيه للاهلي اللي شافوا في اخر يومين مدى تاثير وشغف جمهور الاهلي. انا فخور بجمهورنا اللي بيقدم عظمه في كل مكان وفي كل موقف. فريق كرة اليد لجمهورنا العظيم بيقدموا ملحمة حقيقية في السعودية في بطولة سوبر جلوب. فوز تاريخي على واحد من أهم أبطال أوروبا فريق بنفيكا البرتغالي. وبعد شوية النهاردة الساعة 5 كل أعين جمهور النادي الأهلي في كل مكان هتكون مع مباراة الأهلي مع ماجد بيرج بطل ألمانيا وحامل اللقب. تعظيم سلام لكل عاشق لكيان الأهلي العظيم. فعلا الأهلي كيان. الأهلي في دم اللي حلو.